كيف ما كنشوفوا في هذه الاواخر يعني الشعب المغربي وبزاف كنشوفوا في السوشيال ميديا يعني الناس كيبارطاجيو اخبار باللي راه مرض جديد داخل يعني في المغرب، واللي بغيت ننصح به المغاربه كاملين والناس اللي كيتفرجوا فينا انهم يحاولوا يضبطوا نفوسهم وما يحاولوش انهم يتخوفوا من هذا الشيء، لان حنا ديجا دزنا من تجربه مماثله ديال الكوفيد واللي هي في الحقيقه علمتنا بزاف ديال الحوايج وخلتنا اننا نضحكوا على ريوسنا اننا تخلعنا بزاف وعشنا واحد الهلع اللي اثر علينا واثر على بزاف ديال الحوايج. دونك اللي كنصح به المغاربه هو انهم يشوفوا منظمه الصحه العالميه شنو كتقول ووزاره الصحه والمسؤولين ويحاولوا يضبطوا نفوسهم وما يخلعوش هادشي اللي كاين. لا ما عنديش تخوف، انا صراحه راه كنخدم التصميم الجرافيكي، دونك حنا فاش كيكون هاد الاغلاق يعني كنخدموا حنايا كنرتاحوا صراحه، ولكن ما بغيتش نكون واحد اللي هو متشائم، ما بغيناش هادشي المغاربه وصراحه وما كرهناش ان هادشي تحبس، ولكن خصنا نكونوا قويين ونحاولوا اننا نكتسب واحد النوع ديال المناعه في محاربه هذه الافكار اللي كتنتشر في مواقع التواصل. مصطفى مرشوقي رئيس جمعيه النصر للثقافه والفن، فاعل مدني، كمواطن وكباقي المواطنين المغاربة وكباقي المواطنين في كل جل دول العالم تتبعنا ظهور هذا الوباء الجديد ديال جدري القردة اللي في الحقيقة خلانا نطرحوا عدد ديال الأسئلة على نفوسنا. أولا هذا الوباء الجديد ولا هذا الفيروس الجديد، نتمنى أولا بأن السلامة للمواطنين جميعا في أينما كانوا في أي بقع العالم، بغينا صحة جيدة لكم مواطنين. حنا اللي التخوف ديالنا من هذا الوباء اولا بانه يتفشى ويكون وينتشر بواحد السرعه، ايضا التخوفات ديالنا هي نرجعوا للحاله القديمه وهو بان نرجعوا للفتره ديال كورونا والفترة ديال اوميكرون اللي نقولوا بان ما نقولوش تجاوزناها فعلا بسلام، ولكن تجاوزناها وخرجنا بواحد الدرس اللي هو قيم جدا اللي خصنا نستحضروه واللي نستحضروه خلال هذا الخبر الجديد ديال ظهور هذا الوباء الجديد. اولا بان الوقايه من الاوبئه والصحه ديالنا خصنا نعتنوا بها في ظهور الفيروس او خارج ظهور الفيروس، اولا لاننا مجموعه من بين العبر والدروس اللي استخلصناها جميعا من الوباء الاول بان خصنا نحافظوا تكون عندنا واحد استراتيجيه صحيه، واحد الوقايه اللي هي مستدامه مستمره خصها تستمر، لان اكيد ما غنقولوش اليوم بان اوميكرون الوباء ديال كوفيد بانه انتهى، ولكن الاثر ديالو مازال كاينه، خصنا دائما نكونوا في حذر كما في هذا الوباء الجديد، خصنا نكونوا نضولي كما كنقولوا بالعنايه الصحيه بالوقايه بتتبع الارشادات ديال المسؤولين والحكومه المغربيه والسلطات الصحيه والسلطات الاقليميه والمحليه والجهويه، ايضا لان نخاف ونخشى بان احنا الحمد لله كان يلا حاولنا كنسترجعوا العافيه ديالنا عودتنا الى الانشطه الثقافيه عوده الحياه الى انفسنا، بغينا هذا الروح الجديده اللي ولينا كنعيشوها اللي كنعيشوها ما تبقى من، لان كما ما نخفيش عليكم بان بعد ازاله هاد الامراض وبعد هاد الانفراج افتقدنا مجموعه ديال الناس للاسف ما كنشوفوهمش وما بغيناش ما مستعدين نفقدوا ناس اخرين احباب ديالنا الناس اللي عزاز علينا الناس اللي بغينا نتقاسموا معاهم مسرات ديالنا والاحزان ديالنا، واتمنى للصحه للجميع وشكرا. اش نقول لك هذاك الشيء كيعود للسلطات فهمتي السلطات والسلطات الصحيه هما كيعود لهم الامر، الا كانوا عاوتاني يديروا ان يدخل اليت سانيتير راه حنا اش نقول لك خصنا نتبعوا داكشي اللي يقولوا بلا ما نكثروا الهضره ونبداو كنخربقوا من الخاوي، الا الدوله ديالنا راه خايفه علينا الا قالوا هادي حبسوا نحبسوا،
قالوا تلق راه حنا متلقين وان شاء الله تنتمنوا يكون خير باش كل شيء يرجع لبلاصتو، ترجع السياحه كما كانت، يرجع لي فيلمونسيل والحيويه الثقافيه ترجع، يرجعوا المحافل الرياضيه، يرجع بزاف د الحوايج وترجع لاكتيفيتي اي بلاصه اللي كانت فيها بحال لي ريستورون راه ميتين، ما الا جينا نعد ما يعد ولا يحصى ليه هو واقف، والناس عليها غير بالصبر، والبلاد راه خدامه. وانا من هذا المنبر هذا كنشكر بزاف 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 سيدنا، وكنبلغ ليه التحيه من هذا المنبر، الله يخليه لينا فهمتي، حيت البلاد خدامه وحتى السلطات والحكومه اليوم راه خص غير الشباب يفهم. فبالنسبه للموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو الموضوع ديال مرض جذري القرده اللي تعرفنا عليه انطلاقا من خلال التلفزه والاذاعه، فالتخوف ديالنا من هذا الوباء هذا هو تخوف من الطريقه نتاع الانتشار ديالو، او لاننا لحد الان مازال ما عارفين هذا الوضعيه ديال المناطق اللي كاين فيها بكثره، والتخوف ديالنا من 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 الرجوع الحالة اللي كنا فيها في الحالة السابقة اللي تسبب فيها مرض كورونا. فكنلاحظوا في دوك الايامات اللي دازت فيها كنلاحظوا شحال ديال الناس فقدوا فرص الشغل ديالهم، فقدوا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا بديهيين في الحياة ديالهم، بحيث ان كورونا خلاتنا منحاصرين في واحد المكان، ما كنخرجوش للمقاهي وما كنمشوش للبلايص اللي نقدروا نفوجوا فيهم على ريوسنا وكذا. والتخوف ديالي هو اننا ما بغيناش نرجعوا لنفس الحاله اللي كنا عايشين فيها من قبل. وكنتمنى من الجهات المسؤوله عن انتشار هذا الوباء هذا دير مجهود، ضعف المجهودات ديالها باش تقدر تحد من السرعه ديال الوصول ديال هذا الفيروس هذا لجميع بقاع العالم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظ جميع المسلمين خاصه وجميع الناس بصفه عامه. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.